أعلنت السلطات في بورتوريكو يوم الأربعاء أنه قد تم إجلاء ركاب سفينة سياحية وعددهم أكثر من 500 شخص دون الإبلاغ عن ضحايا، وذلك إثر نشوب حريق على متن السفينة بعد نحو ميل واحد قبالة الساحل الشمالي للبلد. أفادت وسائل الإعلام المحلية أن 105 أشخاص من بين الركاب تلقوا العلاج في الموقع، حيث يعاني معظمهم من ضربة الشمس أو صدمة عصبية، بينما نقل 24 آخرون إلى المستشفى. وقال عامل على متن السفينة إن أنبوب وقود كسر فجأة، ما أدى إلى اندلاع الحريق وانتشاره من غرفة المحرك والأقسام الأخرى. وأطلق العاملون إجراءات الطوارئ فورا ورتبوا نقل جميع الركاب إلى ظهر السفينة الرئيسي، بينما سار رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث لإجلائهم.